لكل من نزل به فقر، لكل من أصابه دين، قبل أن تلجأ لأي مخلوق، قبل أن تذهب لأي إنسان حتى يدينك أو حتى يعطيك أو حتى يعطف عليك، إلجأ لله سبحانه وتعالى. أطرق باب الله قبل طرقك لأي باب. اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود وحسنه الألباني رحمه الله كما في صحيح الترغيب والترهيب، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نزلت به فاقة، يعني فقر، دين حلت عليه الهموم بسبب الأموال المتراكمة عليه، من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته. يعني إذا نشأت مباشرة للناس لن تسد فاقتك، ستبقى محتاجا إلى الناس. قال: ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله، لجأ إلى الله، طرق بابه، كان شعاره: ومالي غير باب الله باب. طرق باب الله قبل كل الأبواب واعتمد على الله. قال: فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. فاطرق باب الله قبل أي باب يفرج الله سبحانه وتعالى عنك، بنص حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم.